10 الظهر. وفي عناوينها: تواصل التقلبات الجوية الملائمة لنزول الأمطار بكافة الجهات بكميات تصل محليا إلى 80 ملم. وقفة احتجاجية للأساتذة النواب المقصيين من الانتداب على خلفية امتلاكهم لمعرف جبائي ما يعرف بالباتيندا. حقوق الطفل في الفضاء الافتراضي واختلاف الآراء حوله محور متابعة في النشرة. ومئة شهيد وأكثر من 400 جريح في تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه على شرق لبنان وجنوبه منذ فجر اليوم. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة للاستماع إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا لدى البرلمان مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 من مايو من سنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما ستستمع لجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم إلى ممثلين عن وزارة العدل. يتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، ومن المتوقع أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم وتصل محليا إلى 80 ملم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. ظهور خلايا رعدية نشطة تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة في مدة زمنية وجيزة، وخاصة بولايات نابل وزغوان والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية ومحليا سيدي بوزيد والصفاقس. وقد أسندنا اللون البرتقالي بكل من نابل وسوسة والمهدية وكذلك ولاية المنستير. ننتظر كميات تتراوح ما بين 30 و50 ملم تتجاوز محليا 80 ملم مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لكميات الأمطار اللي سجلناها إلى حدود الساعة 10 صباحا بالنسبة لهذا اليوم بولاية سوسة، أعلى كميات 72 ملم بهرقلة و 52 بشط مريم، وكذلك سجلنا 54 ملم بسوسة المدينة. بالنسبة لسيد بوعلي كذلك 61، وبالمنستير سجلنا كميات كانت في حدود 45 ملم، وبالمهدية أعلى الكميات كانت في حدود 45 ملم بسيد بنور. أسفر حادث انزلاق حافلة قرب محطة سيدي خليفة بالطريق السيارة سوسة تونس اليوم عن إصابة 13 شخصا من بينهم أحد حجر سائحا، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم البوبكري. تسجيل حادث مرور يتمثل في انزلاق حافلة على مستوى كيلومتر 78 بعد محطة سيدي خليفة تجاه تونس. الحادثة ضيع أسرع عن عدد 13 مصاب، تم نقلهم للمستشفيات، 3 منهم تم نقلهم إلى مستشفى بوفيشة، والعشرة البقية تم نقلهم إلى مستشفيات تابعين ولاية نابل. الحادثة دي تابعة وكالة أصفار، هم أجانب جنسيات غير محددة بالضبط، فيهم زوج توانسة اللي هو سائق والجديد معهم، هذوم هم اللي تم نقلهم. يعني 13 مصاب، 10 موجودين في مستشفيات نابل. نظم اليوم عدد من الأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية على خلفية التحين الأخير لقاعدة البيانات وإقصائهم من قائمة الأساتذة النواب المعنيين بالانتداب على خلفية امتلاكهم لمعرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وفق ما أكده للأخبار الأستاذ النائب محمد علي السبتاوي. قدمنا في نهاية الأسبوع الفارط إلى وجود عملية تحيين غير معلنة وتمت بصفة نعتبرها غير قانونية وصارت دون سابق إعلان، تم من خلالها إقصاء مجموعة تلف تحديد العدد نتاعها بين من يتحدث عن 5000 وبين من يتحدث حتى على 11000. المجموعة هذه تم إقصاءها بناء على كونها عندها معرف جبائي، والحال وأنه لم يقع لا إعلان مسبقا ولا إصدار أي بيان في هذا الخصوص. ترتب على هذا خروجنا اليوم في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة بإعادة كل الذين تم شطبهم من قاعة البيانات، وذلك في إطار سد الشغورات مبدئيا في انتظار صدور الأوامر الترتيبية التي نتمنى أن تكون عادلة ومنصفة لجميع الأساتذة الزملاء.
كما أكد محمد علي سبتاوي استعداد الأساتذة النواب الراغبين في الانتداب التخلي عن معرفاتهم الجبائية، مطالبا وزارة التربية بإعادتهم إلى قائمة المنتدبين. عملية فتح المعرف الجبائي والأنشطة التجارية اللي مارسوا فيها هي أنشطة تجارية بدائية وتقليدية لتوفير موارد رزق، وأغلب اللي باتون هذوما قدم يرجعوا إلى 2010 أو 2014 وقت اللي كان الأستاذ النائب في أحسن الحالات يخدم في شهرين ثلاثة شهور في العام يخلص الشام. الآن وبعد صدور الأمر 1046 سنة 2020 وبعد صدور الأمر الذي نقحه في ديسمبر 2023 اللي رفع نوعا ما وحسن الوضعية ونظم عملية التعاقد مع وزارة التربية، هنالك استعداد للتخلي على النشاط التجاري هذا. نحن مطلبنا هو إعادة كل الذين شتهم إلى قاعدة البيانات ثم التدقيق معهم من خلال المندوبيات الجهوية. اللي حب يبقى في دائرة اهتمام وزارة التربية ودائرة اهتمام الانتداب ما عليه كان يسكر الكود فيسكال متاعه ويقدم ما يفيد بذلك إلى مصالح الإدارة الجهوية متاعه. أعلنت كل من وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام السنة التحضيرية بالنسبة للسنة الدراسية الحالية بداية من الغد الثلاثاء 24 من سبتمبر الجاري. ويخص هذا الإجراء مواليد عام 2019 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال العمومية والخاصة وبالكتاتيب. وتتم عملية التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.preparatoire.education.tn. يعج الفضاء الافتراضي بصور وفيديوهات أطفال في فضاءات متنوعة منها المنزل والمؤسسة التربوية، ويختلف استغلال حضور الطفل في هذه الفضاءات عن قصد أحيانا وعن قلة دراية أحيانا أخرى. مريم الغربي رصدت آراء عدد من المواطنين. أنا كوالية نرفض أنه نصور أولادي نهبطهم على الريزو سوسيو تصور باهية ولا تصور مواقف خائبة، مثلا يجيوا يحاربوا التنمر يوليوا صغارهم يتعرضوا للتنمر. الأساتذة التربوية ما فهمتش علاش يستغلوا الصغار شواريف وهو يكتب وهو يصور. عمرهم ما سألوني قالوا لي ولادك نهبطوهم ولا ما نهبطوهمش. يقول لي أنا ما نحبش أولادي يهبطوا تصورهم. جملة ما فهميش رقابة، ما فهميش قانون يطبق. الصغير بعد فترة يشوف أو صورة نفسه ما هوش راضي عليها يتقلق نفسانيا. كل صغير لم يكون قاصر ما ضريك تدخلش في خصوصياته أبدا حتى يكون راشد في عمره ويعرف شنو الموقع يحط فيه نفسه، والأولياء يلزمها تاخذ قرار صارم في الحاجة هذه. الصغار تويكا مثال يوصل ل 18 سنة من حقه أنه يحسب والديه علاش تهبط فيا، علاش تحط فيا كمنا كيكا في مشاهد ما هيش هي. قانون هو اللي لازمه يتطبق والوالدين هي اللي لازمها تراقب خصوصية الإنسان من يبدأ عمره صفر حتىش يمشي على روحه. الولي دوره الأساسي ذكا في صمة الحياة يحميه بطبيعة، يحميه ويوفر له أسباب الراحة في الحياة. المؤسسة قري في صغار نجم تعلم الولي ناخذوا تساور أنا باش نهبطوهم على الباج متاعنا نحبوا نعملوا كل إشهار المؤسسة متاعنا كما أي قانون ديما غياب المراقبة. ويخضع استغلال الطفل وتوظيف صوره ومعطياته الشخصية في الفضاء الافتراضي للمتابعة القانونية، خاصة أن تداعيات هذا الاستغلال وخيمة على الأطفال. أحلام الجسمي. صور وفيديوهات للأطفال في وضعيات ومواقف مختلفة تعترضنا في الفضاء الافتراضي دون أي اعتبار لخصوصية الطفل وحقوقه، والحال أن عرضها وترويجها ممنوع قانونيا وفق ما يوضحه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف. تعاتي إلى رأسه مع صور الأطفال في الفضاء الافتراضي مخالف تماما للقانون ويعرض الأطفال لشتى مخاطر والاستغلال في الفضاء الافتراضي وفي غيره. ولذا كل الصور اللي نراو فيها على الفضاء الافتراضي سواء في رياض الأطفال أو في الفضاء العائلي والمروجة حتى من طرف الأولياء هي مخالفة للقانون. حماية الطفل مجتمعية، واجب أولا أشعار مندوبي حماية الطفولة حتى توصل إلى من روج الصور، واجب تحرك الأولياء كمسؤولين أولين، وثالثا تحرك المؤسسات الحامية للطفل. هذا الاستغلال المتنوع للطفل في الفضاء الافتراضي له تداعيات وخيمة على نفسيته وشخصيته عموما وفق الأخصائية في علم نفس الطفل والمراهق إيناس بن سليمة. كل طفل هو
الأوقات نتعامل مع الأشياء بالخطرة كيف تفاجلوها خطرها تضحك أو خطرها تغشش أو خطرها تقلق. نسينا من شخصه كهذيك عنده كيانه عنده أحاسيسه عنده مشاعره في وقت معين مش يكون عنده قرارات يكون هو ما يحبش يكون يوريه تصوير ما يحبش يكون يخلي له بصمة من الحاجات اللي يعملها موظفي فتوى ما يعرفش إنه الحاجة هي كانت نجمة تقلقه أما وقت يعرفها كي أصدقائه شفنا صور متاعك أو شفنا فيديوهات متاعك نجم يكون وقتها هو يتحط في حالة تنمر ما عنده حتى حد الحق ولا الحرية إنه ينفصل من شخصه كان صورته جسدية أو نفسية. فوضى العالم الافتراضي وهوس كثيرين به لا يجب أن ينسين حقوق الطفل ومراعاة حرمته الجسدية والنفسية فالطفل أمانة ومسؤولية. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي بأن تزويد السوق من اللحوم البيضاء سجل في بداية الأسبوع الفارط نسقا تصاعديا إلا أنه سرعان ما تراجع بشكل غير مفهوم نهاية الأسبوع داعيا إلى مراجعة الكميات التي يتم ضخها في الأسواق لا سيما مع ارتفاع استهلاك المواطنين من اللحوم البيضاء. الجمعة دي الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة أقل تزويد بدأ في التصاعد بالله خلق العادة بالتزويد فقط تصاعدي ما رأى أنا كان السبت والأحد حتى اليوم يعني بالضبط حتى اليوم نقص كبير في التزويد ما أشتغل حتى شيء رقم الإنتاج عندنا موجود عندنا إنتاج اللي مصرع به 13400 برمجية استهلاك التوزيع 12500 لكن البرمجة هذه كلها تبدل الذي يسمى كلها تبدل علاش على خاطر 70% في المواطنين يستهلكوا اللحوم البيضاء 100% ولا أكثر من 100% أصلا كل ساعة في استهلاك اللحوم البيضاء وزدنا احنا في وسائل الاعلام اللي تحدثنا عليها ننفذوا في المواطن باش ما يمشيش نقاط البيع غير منظمه يمشي نقاط البيع منظمه وقع اقتصاد على نقاط البيع منظمه توا البلاد يسمع 500 طن يوميا يزمي برمج 15000 طن في الشهر. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان العرائسي عبد الحق خمير الذي فقدته الساحة الثقافية والفنية أمس عن عمر يناهز 75 عاما ويعتبر الراحل من أبرز العرائسيين التونسيين ومن المؤسسين لفن العرائس في تونس. بدأ مسيرته في مسرح العرائس ومسرح الأطفال سنة 68 و900 وألف واشتغل بعديد المؤسسات الثقافية منذ ثمانينيات القرن الماضي وكان له حضور بارز في الساحة المسرحية التونسية كما ساهم في تأسيس مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل وقدم العديد من الأعمال العرائسية الموجهة للأطفال. وقد تم تكريم الفنان الراحل في العديد من التظاهرات منها الدورة الأولى لأيام قرطاج لفنون العرائس تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تصعيد غير مسبوق منذ بدء النزاع بين الطرفين في أكتوبر الماضي هاجم سلاح الجو الصهيوني منذ فجر اليوم أكثر من 300 هدف في جنوب لبنان وشرقه بدعوى أنها تابعة لحزب الله ما أسفر عن استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. وكانت وسائل أعلام عبرية نقلت عن مصدر عسكري صهيوني قوله إن طيران الاحتلال سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات متوقعة أن يشمل رد حزب الله توسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتزامنا مع الغارات الصهيونية المكثفة ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عدة مواطنين في بيروت ومناطق أخرى بالبلاد تلقوا رسائل هاتفية تحذيرية من العدو الصهيوني يدعوهم فيها إلى إخلاء أماكن وجودهم. وقررت وزارة التربية في لبنان إغلاق المدارس في مناطق عدة جنوب لبنان وشرقه إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت فيما أوعزت وزارة الصحة إلى المستشفى المستشفيات الواقعة في المناطق التي تستهدفها الغارات الإسرائيلية وقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما وصفه بمخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية. في المقابل دوت سفارات الإنذار في الجليل الأوسط والجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدفاعات الإسرائيلية رصدت إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان، تم اعتراض بعضها فيما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة في مفترق غولاني جراء سقوط صواريخ لحزب الله. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد اليوم 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم 4 أطفال، في غارتين شنتهما طائرات إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين ومنزلا وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن الضفة وبلدتها، وشنت حملات دهم واعتقال أسفرت عن اعتقال 60 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. في وقت أعلن فيه وزير داخلية حكومة الاحتلال العمل بشكل كبير على تعميق الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. وفي غضون ذلك كشفت كتائب القسام اليوم إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم معد مسبقا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر. ولم تعد الحرب في الشرق الأوسط مقتصرة على قطاع غزة والضفة الغربية، بل أصبحت مفتوحة على الكثير من الجبهات في ظل تصعيد خطير في جنوب لبنان وإسناد كبير من المقاومة في العراق واليمن ضد العدوان الصهيوني المتواصل. فهل أصبحت الحرب شاملة؟ تقرير نجيب جنات. اتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط من حدود غزة والضفة الغربية، وأصبح القتال مفتوحا على الكثير من الجبهات من جنوب لبنان إلى العراق وسوريا وصولا إلى اليمن والبحر الأحمر، مشهد أكد انخراط العديد من فصائل المقاومة في مواجهة مباشرة ضد الكيان الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة في قطاع غزة ويشن عدوانا واسعا على مواقع حزب الله بأشكال جديدة أسفرت عن سقوط 10 الشهداء والجرحى. فهل دخل الشرق الأوسط المنعرج الأخطر في هذه الحرب؟ وما هي الفرضيات المحتملة في ظل هذا التصعيد الكبير؟ المحلل السياسي الفلسطيني سليمان بشارات يتحدث عن الاحتمالات التالية. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الآن الدفع باتجاه الدخول في حرب ذات اتساع جغرافي أكثر، علّه يستطيع تحقيق الهدف الأساسي كسر معادلة المقاومة عبر الساحات المتعددة. محور المقاومة لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بالذهاب بعيدا في محاولة كسر محور المقاومة. لهذا السبب إذا ما تطورت الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني وذهب الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الدخول في حرب برية أو تنفيذ عمليات قتل وإبادة جماعية وعمليات تدمير ممنهجة في لبنان، باعتقادي هذا الأمر سيكون أمام إمكانية أن يكون هناك حضورا ومشاركة أكثر فاعلية وأكثر قوة من أطراف محور المقاومة. في مواجهة الكيان الصهيوني وما يحظى به من دعم غربي وتفوق تكنولوجي، أثبتت المقاومة على كافة الجبهات أنها لا تنكسر ولا تتراجع في وقت أخفقت فيه كل الجهود الدبلوماسية والسياسية وباتت فيه حلول إنهاء الحرب قيد المجهول. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تواصل التقلبات الجوية الملائمة لنزول الأمطار بكافة الجهات بكميات تصل محليا إلى 80 مليمتر. وقفة احتجاجية للأساتذة النواب المقصيين من الانتداب على خلفية امتلاكهم لمعرف جبائي ما يعرف بالباتيندا. حقوق الطفل في الفضاء الافتراضي كان محور متابعة في النشرة. وفي العالم 100 شهيد وأكثر من 400 جريح في تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه على شرق لبنان وجنوبه منذ فجر اليوم. مع تحيات نعيمة سولي نجاحي، في أمان الله.